وصلنا هنا على المحيط المحيط الهادي اسمها أبردين. ده وول مارت على منطقة بعيدة قوي يعني في آخر أقصى غرب واشنطن على المحيط. إيه الأسامي اللي في الأرض دي؟ معرفش. المنطقة دي مشهورة بالخشب، بتعتبر أهم مركز في العالم للخشب، الخشب اللي هو تقطيع الشجر والخشب كده، ومن المناطق المشهورة قوي في العالم بالسالمون اللي هو السمك السالمون. عندهم هنا هاتشر يعني أماكن اللي هي بيربوا فيها السالمون. والسبب ان هنا جنبك على طول الجبال العالية البركانية البرد قوي، وفي الصيف هنا المية بتبقى باردة والسالمون بيحب البرد، والاكسجين كتير هنا، ربنا مكتر الاكسجين، وزي ما انت شايف الطيور كتير، كل حاجة هنا كتير، مية كتير وطيور كتير وشجر كتير وخشب كتير. والمنطقة زي ما انت شايف جميلة، جمال غير عادي. دي اسمها أبردين في ولاية واشنطن. ده طول ما انت ماشي هنا، دي زي بالظبط كده دمياط او بور فؤاد او بور سعيد، بس هنا انت عندك غابات كثيرة قوي كلها خشب، وجنبك هنا على طول في مدن، مدينة اسمها تاكوما دي ممكن تمشي بعد الظهر فيها تلاقي مثلا ايه 5-6 افراد ماشيين في الشارع، كل واحد شايل على كتفه 3-4 سمكات كبار. بيعملوا ايه؟ بتيجي اي حتة هنا هترمي فيها صنارة هيطلع لك فيها سمكة كبيرة، مش سمكة صغيرة، سمكة متغذية يعني. فالناس بيطلعوا يعملوا ايه؟ اللي هم ساكنين جنب الجبل اسمه نسيت اسمه رينير. كل البحيرات اللي في الشوارع لو معاك بس فتلة يعني صنارة وطعم، ممكن تطلع لك باليوم $100-200 سمك من الشارع في وقت صغير يعني. والناس اللي بيبقى ماشي في الشارع هيقعد له ساعتين في جنب بركة، يطلع له 3-4 سمكات كبار، السمكة منهم ممكن يباع $25 $50، هتطلع له كمية لحم يكفيه أسبوع.